وصلنا لفقرتنا الأخيرة، وفي الملف الأخير هو الحديث عن مواقع التواصل الاجتماعي وفي كيفية التحول أو الاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي في عالم التسويق. كيف إنك أنت تقدر تسوق لحاجاتك وتصنع منصة خاصة لباب التسويق من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي بقت متاحة في يد كل شخص. يعني أنت الآن في تلفونك ده تقدر إنك كيف تصنع منصتك الخاصة وإنك تقدر تسوق بها. للحديث حول هذا الموضوع أسعد إني أكون معي داخل الاستوديو أستاذ منتصر دهب، واستشاري ومدرب في مجال التسويق الإلكتروني. صباح الخير عليك. صباح النور حازم. أول حاجة أنا سعيد جدا الليلة أكون معاكم في صباحات، أبدأ صباحي معاكم هنا في إسلاند فور وأبدأ صباحي معاكم. الله يكرمك. خلينا نمشي لطوال المفهوم بتاع التسويق الإلكتروني. طيب. وحتى مفهوم التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ممكن يكون مفهوم شنو؟ طيب، هو المفهوم ده بسيط جدا. الفكرة الأساسية إنه في التسويق الرقمي إنه في كل واحد فينا عنده أهداف بتاعت ماركتينج حقته. مثلا عايز أعمل جمهور، عايز أبيع منتجات، عايز أصل لناس كتير. طيب، في وسائل تقليدية اللي هي معروفة عندنا من زمان، الصحف، إعلانات الطرق، التلفزيون وغيرها، والتلفزيون نعم والراديو. طيب، جاء الانترنت. الانترنت طبعا هو عمل قلب المفاهيم تماما. صحيح، بشكل كبير. الثورة الرقمية، الانترنت هو الأب الشرعي لها طبعا تماما. صح. لولا الانترنت مسألة التواصل الاجتماعي ما كان جاد. فالانترنت هو كان الخطوة الأولى، بعد كده جاءت حكاية المواقع، الويب سايت www. بعد ده الإيميل، سوشيال ميديا، وهكذا. بعد كده نحن بقينا نلقى إنه التسويق الرقمي ببساطة هو إنك كيف تحقق أهدافك التسويقية عبر وسائل رقمية حديثة. ممكن يكون ده مفهوم بسيط جدا جدا. بدل نعم تمام، نجي للخصائص. شنو خصائص التسويق الإلكتروني؟ أول حاجة الوصول السريع. يعني أنا الليلة لو داير أجمع 10,000 شخص من خرطوم لي إلا مش أجر ساحة الحرية والتغيير. صحيح. أو استاد الهلال والنبيل. لكن أنا ممكن في صفحة واحدة يكون عندي 20,000 شخص أخاطبهم برسالة تصلهم لايف مباشرة. صحيح. ممكن أكثر من كده. هذا أهم شيء فيها. صح. وصول السريع. وعندنا حاجة تانية إنه بتخاطب ناس كثيرة جدا جدا وأون تايم. يعني أنا لو عندي مسج دايرة وصيلة ممكن أون تايم في لايف أطلع يشوفوه 20,000 يشيروه 3,000 يتكلموا عنه، يبقى أنا قدرت أصل للحاجة اللي أنا عايزها. بينما في التسويق التقليدي المسألة دي ما بتكون بالسرعة اللي أنت عايزها. صحيح. حاجة أخيرة ممكن أضيفها برضو، مسألة إحنا بنعرف الفيدباك مباشرة. يعني ليه أنت لما تعمل منشور يا حازم لاحظ في الصفحة ممكن بعد 10 دقائق تعرف منو العمل لايك، منو العمل سبسكرايب، من العمل. لكن لو قمت هسي مثلا نحن الان قاعدين والفيدباك عن الحاجه ذاته برضه في نفس الوقت بيجيك انه تعليق الناس شنو. نعم. الحاجه دي شنو، وبتقدر تعرف انه البوست ده ايجابي ولا سلبي، نجح ولا لا. صح. بينما انا هسي لو طلعنا انا وانت في الاذاعه ممكن ما في زول يسمعنا او حتى نعرف الفيدباك حق اللقاء بتاعنا بسرعه. صح. بينما هنا او تعليقه شنو اصلا. نعم. او بالضبط كده. فالانتراكتيفيتي هنا في السوشيال ميديا وفي الديجيتال ماركتنج يعني سريعه جدا، وفي نفس الوقت بتقدر تعرف الفيدباك. صح. في نفس الوقت يا دكتور ممكن نقول انه تاثيره كبير شديد. يعني طبعا. الان هسه الان في كل العالم اصبح دكتور او استاذ منتصر انه الشركات الجديده. نعم. وحتى الشركات بتاعت الشركات الرقميه وتفاصيل. نعم. كثيره بقت تعتمد، اول الشركات اللي هي البادي جديد بقت. نعم. تعتمد على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره. صحيح. وانه تركز على انها هي تعلن او يكون السوق المعلن بالنسبه لها الاول هو مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. غير انه التلفزيون هو عنده جمهوره وعنده تفاصيله، لكن تعتقد ليه بيجوا يركزوا بالذات على مواقع التواصل الاجتماعي بصوره كبيره زي دي؟ كويس، سؤال كويس. طيب، واحده من الحياة الاساسيه اللي بتخلي الناس تركز على مواقع التواصل الاجتماعي، اول حاجه من ناحيه انه ما في تكلفه عليها. يعني انا الليله لو داير افتح صفحه في الفيسبوك ما بزول بيقول لي ادفع داون بيمنت او والله ادفع لنا عشان. صحيح. كوست افكتيف، ما فيها دفع كثير. نمرة اثنين، فيها ناس، في جمهور كثير قاعد فيها. صح. في النهاية أنا كزول شغال في المجال، كزول مثلا ناشئ في مجال الأعمال أو رائد أعمال، تكلفة إنه أعمل شغل عبر التسويق التقليدي بالنسبة لي ممكن تكون شنو كثير. صح. وعشان ألقى الجمهور ده حاب زول مجهود. لكن إذا اشتغلت على السوشيال ميديا واشتغلت على التسويق الرقمي بطريقة ذكية، أول حاجة بوفر وبقدر أصل لأكبر عدد ممكن. ودي أهم حاجتين أنا أفتكر لأي زول رائد أعمال قاعد يفكر فيهم طوالي. يعني نقدر نقول انه السوشيال ميديا بالنسبه لهم بقت اقل تكلفه طبعا من يعني هسه اللي زي ما قلت لك، انت لو عايز تعمل لايف ما في زول بيطالبك زي ما قلت لك الا قيمه الانترنت اللي بتجدد به. يعني غير كده ما في اي تكلفه عليك. دي ميزه كبيره. الليله هو لو عايز يعمل استضافه في قناه او في اذاعه لازم يدفع مبلغ كبير. تمام. تعال احنا نعرف كيف انه نحن نجني المال من المواقع التواصل الاجتماعي. ده مهم. يعني يمكن ده الحاجه اي زول حيحضرنا الليله داري يعرف كيف انه ممكن يجيب قروش من مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا اول حاجه نتكلم بشكل عام، كيف انا ممكن اجيب قروش من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او الاستفاده من خلال مواقع التواصل الاجتماعي عبر التسويق؟ طيب،
اهم حاجه في مساله انك كيف تجيب ربح او تجيب شغل من الانترنت او من التواصل الاجتماعي انه انت يكون عندك محتوى بتقدمه. كلمه محتوى دي هي الكلمه السحريه عندنا، بمعنى انه اي شخص فينا عنده موهبه معينه، في واحد صوته جميل، في واحد بيكتب كويس، في واحد بيرسم، في واحد بيتكلم، كل زول عنده موهبته ممكن يستفيد منها في تقديمه في محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي. الان في مثلا في خدمه اسمها الفويس اوفر، انت كزول مذيع عارف الحاجه دي، انه في ناس اصواتهم جميله بيكونوا يطلبوهم مثلا في تسجيلات او فيديوهات اونلاين، يعني انت ممكن تستفيد من صوتك. صح. نعم، في زول بيستفيد من انه بيكتب كتابه جميله جدا، بيبقى كاتب محتوى كوبي رايتر او كونتنت رايتر. صح. ودي حاجه عليها طلب كثير جدا جدا. حاجه ثانيه، انت ممكن تشتغل ترانسليشن، ترجمه، في زول عنده لغات كويسه، في ناس بيجيبوا ارتكلز بيقول لك والله ترجمه لين عشان ينشروها في مدونات طبيه او علميه او غيرها، فيبقى انت ممكن تستفيد من اي موهبه عندك وتحولها الى ربح، لكن لازم يكون زي ما قلنا يكون عندك محتوى انت متخصص فيه، يعني ما تحاول تنتشر وتقدم انواع كثيره من المحتوى، انت بتقدر تصور فيديو مثلا، بتصور فوتوغرافر، اشتغل على التصوير الفوتوغرافي هتلقى زباينك قاعدين موجودين، ولو سمحت لي في حاجه اسمها الفريلانسنج طبعا بتكون سامع بها، اللي هي انه الناس بتشتغل من شنو؟ الشغل حر، يعني لا في شركه ولا عنده بزنس بيربط به، هو بيكون فريلانسر في اي وقت عايز يشتغل من المكان اللي هو عايزه. الانترنت والسوشيال ميديا بتحقق لك الحاجه دي، انك تكون فريلانسر، تصمم بوستر، تصمم لك منسق دعائي، وات ايفر انت بتكون عامله في الزمن اللي بيريحك وبتاخذ فيه القيمه اللي بتريحك، والمؤسسات ذاتها بالنسبه لها التعامل معك بيكون مريح جدا. طيب انا الليله عندي مشروع او عندي منتج وبدات في مواقع التواصل الاجتماعي، عايز اصل لانه انا احقق نتائج او يعني ربح للمنتج بتاعي ده وابيعه او اسوقه للناس، انا كيف ابدا اسوقه؟ طيب اول شيء لازم تعمله في حاجه اسمها الوعي، الاويرنس، يعني انا الليله لو عايز ابيع الكوبايه دي يا حازم لازم اول شيء اقول للناس خصائصها شنو، بتشيل شنو، بتتحمل شنو، لكن ما ممكن اجيب لك طوال اقول لك شيلها مني، انا لازم اعرف خصائص المميزات التفاصيل بعد ذاك عشان انا اقول لك بكم وليه وغير كده. لكن احنا عندنا اشكال انه في ناس بتبتدي من النقطه الاخيره، عايزه شنو؟ تبيع طوالي، ما في بيع قبل ما تسوق وتوري زول المنتج تفاصيله وهو شنو بالضبط. فنحن في السوشيال ميديا اهم شيء بنقوله دائما الاويرنس، انت لازم تعمل الوعي، تخلق الوعي عن الخدمه، عن المنتج، عن القضيه، حتى في القضايا الاجتماعيه انت بتتحدث كثير في المسائل الاجتماعيه، يعني انت الوعي بتقدمه بعد كده بتجيب شنو؟ الفكره اللي عايز تتكلم عنها. فالشخص ما بيخاطب الاودينس بتاعينه مباشره، لا لازم يعمل لهم شنو؟ توعيه عن الشيء ده اللي يتكلم عنه، يمهد ويوريهم معلومات، وحتى بعد كده لو عايز تبيع لو عايز صحيح. يعني الان صحيح. الان الان استاذ منتصر، يعني الان في شباب بادين مشاريع صغيره، اكسسوارات، تفاصيل صغيره بتاعت شباب بيبدوها، فالناس كثير بتعتقد انه يا اخي يبدا انه يسوق لفكرته دي او يبدا يبيع منتجاته، يحول مواقع التواصل الاجتماعي دي لمنصه بتاعت يعرض فيها حاجاته ويزيد فيها نسبه مبيعاته، يعني يسوق لها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. نصيحتك شنو للشباب ديل في انه كيف يقدروا يبدوا التفاصيل؟ جميل جدا. الشباب انا بقول لهم دائما اخواننا الجمهور لازم تعرف جمهوركم قاعد وين، يعني انا الليله بقول مثلا من حيث الاحصائيات انه الفيسبوك في السودان مثلا هو المنصه الاجتماعيه الاولى، يبقى طبيعي انا عندي جمهور ده خاطبه الفيسبوك يكون عندي فيه تواجد مثلا. في منصات ثانيه برضه فيها يعني تارجت مختلف، يعني مثلا شباب جامعات دار تخاطب ناس معينين، يعني ممكن تمشي تويتر، ممكن تمشي انستغرام، فانت لازم تعرف جمهورك ده قاعد وين في ياتو منصه علشان تقدر تخاطبه، برضو دي حته مهمه، بالمحتوى اللي بيناسبه. يعني مثلا يوتيوب معروف انه ده فيديوهات، ما ممكن تمشي تجيب لي صوره تخطها في اليوتيوب، ده ما المحتوى اللي انا داير افتش عنه في اليوتيوب، انا ببحث عن فيديو. فيبقى انت قاعد في انستغرام اشتغل على الصور لانه الكواليتي بتاعت الصور هناك مهمه. صحيح. دي منصه بصريه، اشتغل على صور منتجاتك ودي حته مهمه، ما يعني ما تستخسر في انك تعرض منتجاتك بطريقه بروفيشنال. بصراحه مرات ناس كثيرين بيفشلوا في الحته دي، بيصوروا بكواليتي سيئه. صح. ما بيتعب حتى على الله يفتح عليك، فما بيتعب الموضوع في نفس الوقت داير مجهود لازم يعني. تجتهد عشان انت تقدر تحقق. في منصات كثيره نعم عندهم متابعين. نعم. كويس، وفي قنوات تلفزيونية وفي تفاصيل كده، يعني نحن نعتقد انه برضو واحدة في فكرة التسويق انه اي منصة او مكان فيه مجموعة من الناس تمام هو متاح لانك انت ممكن تعلن من خلاله. جميل. دي ممكن برضو فكرة للشباب وللناس المعلنين، اي منصة عندها جمهور هو
الفكره ببساطه انه انت كيف تقدر تصل للمنصه دي وانك انت تعلم من خلال المنصه دي. مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من المنصات المختلفه، هو غير انه فكره انه مثلا فيسبوك تويتر التفاصيل دي انه هي اصلا منصه فيها جمهور، لكن داخل المنصه في منصات سليم. فخلينا نتحدث عن النقطه دي. طيب طبعا المنصات الالكترونيه عموما الفهم الاساسي بتاعها في الاول كان اجتماعي، حتى انت لو عارف انه شبكات التواصل الاجتماعي اسمها، الفكره الاولى ما كانت تسويق ولا بيع ولا منتج شراء، لكن لما نحسوا انه العدد الكبير الموجود، التفاعل العالي اللي قاعد يحصل، الوصول السريع للمعلومه، فكروا انه شنو يقوموا يستفيدوا من الخصائص، ودي برضه فيها ذكاء من خصائص المنصات الالكترونيه، ويحولوها الى انها تبقى هي منصات للتسويق، منصات ايوه للبيع وللعرض. في مفهوم الآن اسمه مفهوم التجارة الإلكترونية، صح. طبعا الشباب برضو أنا شايف فيه إقبال كويس منه، المفهوم ده برضو بيكون بيتماشى مع التسويق الرقمي، إنك أنت عايز تبيع منتجاتك هاند كرافت غيرها عن طريق شنو التسويق الرقمي لها عبر التجارة الإلكترونية. يبقى أنت لازم تكون ملم بالتقنيات الحديثة الآن، صح. عشان تقدر تخاطب مجتمع يا حازم نسبة الشباب فيه تفوق 60%، عارف الكلام ده، صح. طبعا السوداني ده مجتمع شاب ولسه، وبالنسبة لأنه فكرة الشباب أصبح الآن في جزء كبير جدا من الشباب بدأ إنه يعني يلغي فكرة الوظيفة دي، نعم. الوظيفة الحكومية والوظائف دي، وإنه يتجه للتجارة الإلكترونية دي. والعمل الحر عموما، ودي فيها فرص. الليلة أغنى شركة في العالم أمازون، أو المليونير زي ما بنقول أكثر زول عنده قروش في العالم هو جيف بيزوس اللي هو ده بتاع أمازون. يعني التجارة الإلكترونية يعني حتى الأغنية في زمن الحالي في العالم أغنية عن طريق شنو؟ الإنترنت، أغنية عن طريق الديجيتال ماركتينج، أغنية عن طريق الإيكوميرس. يبقى حتى إنك تحقق ثروة الآن الفرصة هنا أكبر من في غيرها، دي فرصة كبيرة جدا أنا بفتكر. يعني الآن شباب نقدر نقول لهم عندكم منصة جاهزة لأنه أنت ممكن تعرض فيها منتجاتك كويس، وتعرض حاجاتك عن تفاصيل إنه أي منصة فيها جمهور هي منصة متاحة. ممكن لو زول زي ما نحن ذكرنا قبل شوي وترك المشاريع الصغيرة دي، ممكن لو زول يقدر يستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي في إنه هو أو يعلن عن 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 منتجاته بصورة كبيرة. أنا در يعني في ملخص الحديث إنك تديني النصائح ممكن تصل لكل الشباب دول ولكل أصحاب المشاريع، الناس اللي عايزين يقدموا عندهم مشاريع وما عارفين يسوقوها كيف، تديهم فكرة عن مواقع التواصل الاجتماعي أو تنصحهم. جميل. الفكرة الأساسية في مواقع التواصل الاجتماعي إحنا قلنا إنه يكون عندك جمهور تقدر تصل له وتقدم له منتج أو خدمة أنت عايز تبيعها. طيب عندك كذا وسيلة ممكن تتبعها، بإنك أنت تسوق مباشرة عن طريق محتواك، أو تستفيد من المؤثرين. طبعا احنا عندنا ناس اسمه الانفلونسر ديل قاعدين في المنصات، بيكون عنده جمهور كبير بيقدر يتكلم عن قضايا معينه، بيخلق انجيجمنت وتفاعل، استفيد منهم. اذا انت شخصيا ما بتقدر تخلق التاثير ده، استفيد من المؤثرين وخليهم هم يقوموا بعمليه التسويق دي بالنيابه عنك، لكن في نفس الوقت تحت اشرافك. طيب عندك ثاني حاجه انك تقدر تستفيد من التولز الثانيه زي الموبايل ماركتينج. عندي يعني موبايل الان طبيعه الجهاز خلت الناس طوال شايلين موبايلاتهم، اشتغل على الموبايل، اشتغل على الاس ام اس ماركتينج، اشتغل على، فدي كلها انا داير اقول انه الفرص كثيره جدا جدا في الديجيتال وفي العالم الرقمي، بس انت كيف تبدا صح وتشوف المنصه المناسبه. الان يا حازم انا بقول انه في منصه الناس لسه ما شغالين بها كثير لكن هي مستقبل، التيك توك. اي شخص بيفكر من الان انا بقول لكم اي زول عنده جمهور داري يربي بمعنى كلمه يربي يمشي على التيك توك، لانه التيك توك الفئه العمريه فيه الشباب الصغار جدا من 12 سنه ل 18 سنه تقريبا، دي جمهور، وهم ديل بعد 5 و10 سنين حيبقوا طلبه الجامعات ولا حيبقوا، صح. بقت منصه كبيره جدا وفيها عديد من الناس يعني، نعم. وبعدين في حاجه تانية، التيك توك بقى يدي الناس قروش، أيوة. يعني بدا انه يعني فكرة انه اول منصة غير يوتيوب انها تديك تدفع تدفع لك قروش عشان انت كل ما تصنع محتوى تديك، بقت زي اليوتيوب يعني الان اليوتيوب كده، صحيح. تصنع مثلا حينافس اليوتيوب باي ذا واي، عشان كده قلت لك واحدة من المنصات المستقبلية التيك توك. اي زول عنده جمهور داير زي ما قلت لك يربي بمعنى الكلمة، انه لانه بعد 10 سنة ناس 13 بقوا 23، معناها بقوا ناس جامعات، معناها منتجاتك دي لو ما انت من هسي علمت عليهم في تيك توك ما بيجوك قدام ان شاء الله. دي مهمة جدا. الله يديك العافية. الله يسلمك. يعني أستاذ منتصر. الله يخليك. ذهب استشاري ومدرب في مجال التسويق الإلكتروني. الليلة تحدثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، وصورة يمكن تتيح لكل شخص إنه يستفيد أو أي شاب يستفيد من مواقع التواصل الاجتماعي في إنه هو عبر التجارة الإلكترونية أو إنك تسوق لمنتجاتك عبر مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا أستاذ منتصر ذهب. الله يكرمك. شكرا جزيلا. مشاهدي الكرام بكده نكون وصلنا ختام حلقتنا لليوم من برنامج صباحات سودانية.
ويمكن في الخطاب خلينا نقول بقدر الإمكان يعني نحاول إنه دي يمكن نصيحتي أنا. معلش صار منتصر نحن شوية وبعدين نختم ونمشي مع بعض يعني. يعني فكرة إنه نحن نتعلم في مبادرة أنا شايفها على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت هي فكرة شكرا، وشكرا لكل شخص نبادر بكلمة شكرا دائما. أي شخص بيقدم لنا حنقول له شكرا. تربية الجيل على كلمة شكرا، على كلمة إنه شكرا جزيلا لكل حاجة، شكرا جزيلا للوالد وللوالدة ولناس في حياتنا كثير يعني شكرا لهم. لو تعلمنا الكلمة دي ببساطة وقدرنا نفهم معناها الكبير وقدر شنو ممكن تفتح لنا أبواب، حنقدر يعني نستخدمها بصورة مستمرة. شكرا جزيلا لكم أنتوا على مشاهدة الحلقة دي، وشكرا لكل الناس اللي بتحاول من قدر الإمكان تكون معنا في مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل طوالي معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا جزيلا وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله.